أقام النائب عبد الحميد دشتي ندوته التي حملت عنوان الاستجواب وماذا بعد، تحدث خلالها عن المحاور الأربعة لاستجوابه المقدم لوزير الخارجية الذي تم رفعه عن جدول الأعمال لعدم مناقشته من قبل النائب المستجوب. المحور الخاص في الاتفاقية الأمنية وعدم مراعاة أحكام الدستور في ما يتعلق بإبرامها في 13/11/2012، كان مناقشة هالأمر واطلاعكم عليه أمر كان جدا مهم، لأن رأيي في هذه الاتفاقية، هذه الاتفاقية لا تمت للدستور بصلة،